هاي اللي قلت لكم خالتي، احنا انا في المطار تاع فرنسا ومنا هاي مكتوبه سويس ولا شفايس، منا خالتي تبدا المطار النص تاع سويسرا هكذا معناتها راني دخلت لسويسرا، معناتها شوفوا خالتي هما كيفاش مسهلين الامور، شفتوا كيفاش مسهلين الامور، تو فابيا معناتها حياه حلوه. المهم هذا الكوتي خاوتي نوصلوا ليه كاو ونعاودوا نكملوا لكم نصوروا لكم، صلوا على رسول الله. خاوتي هم كاتبينها تصول بالالماني لادوان، هنا عاودنا ولينا لفرنسا، هنا سويسرا هاي فرنسا، هاو عاودنا دخلنا هنا. حنا دوكا هكذا رانا في الاراضي الفرنسيه، سبحان الله. شوف كيفاش، شوفوا الناس كيفاش خاوتي، شوفوا الناس كيفاش خاوتي، سبحان الله. مطار مقسمينه على ثلاثة اجزاء. المهم ربي يعطيكم الخير ويحفظكم، نطلع الفوق ومن بعد نكمل لكم التصوير. خاوتي رانا طالعين هنا يا خاوتي البوست بوليس الاولاني، والناس راهي تحت دايره لاشين. المهم صلوا على رسول الله، قعدوا معنا دوكا نجبدوا العفسيس ونجوزوا. باغاج وصل، المهم رانا كملنا هنا الكونترول الاولاني، هاو ديك الدخله، صلوا عليه.